كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كيخلينا أننا كمغاربة نفتخروا أولا بالأبطال ديالنا وتبارك الله عليهم الإخوان بوزعيتر، تبتوا مرة أخرى أنهم تبارك الله أبطال عالميين، والحمد لله اليوم بينوا على مؤهلات كبيرة، قدر أنه يربح القسم ديالو بالدقيقة الأولى، فما خلاناش نتفرجوا في الماتش على خاطرنا. كيف عمل الله كنقول لعثمان بوزعيتر الهلالة قيني معاك باش تلقى ما كتخرجش.